في الصباح ديال العيد تيديروا واحد الاكله اللي تتسمى العصيده بالعسل، يعني السميده تطيب بالحليب وتيديروا لها العسل. هذا الشيء اللي كاين. انا شخصيا ما تنعملش بهذه القضيه، لان ما مذكورش بان في عهد الرسول ولا من بعد الرسول كانوا تيحتفلوا به، يعني ما عندهاش واحد الاساس ديني. ايوا من المعلوم ان احنا مغاربه عندنا واحد اللباس اللي تقليدي، نورمالمون في جميع الاعياد الدينيه تيلبسوا لباس تقليدي، سواء جبادور سواء جلابه سواء ليغال، مسائل في هادشي اللي كاين. بالنسبه للاجواء ديال الذكرى ديال عيد المولد النبوي الشريف، ولا الذكرى عاديه، لا بالنسبه للتجاره ما بقاش الحركه كي كانت، البيع والشراء ما بقاش كي كان فيه، كنا تنبيعوا فيه بلا غيج لا لا بقناضر، داكشي ديال الاختصاص ما بقاش الحركه ولات ميته. الا كانت شي حاجه ديال داكشي ديال الحلويات ولات تيتمشى، هادشي تنشوفوا عندنا هنا في السويقات، تشوفوا الحلويات تيتمشى ولات تتباع، هادشي اللي كاين. النوع الملابس اللي تنبيع هي الجلاب ديال الحبه ديال وزان، المليفه، الكشمير، البلغه ديال فاس، حتى هي تنبيع هادشي اللي كاين. وكانوا ديك الساعه كانوا تيشريو هادشي ديال البلغه كان تيتمشى، هادشي ديال الجلاب كان تيتمشى، هادشي ديال القناطر كان تيتمشى. دابا لا، الا تمشى قلت لكم تتمشى الحلوى، هادشي اللي كاين، هادشي اللي تنشوفوا. وتنتمنى عيد مبارك سعيد للجميع، هو ذكرى الاخوان المغاربه والاخوان المسلمين في اي مكان. اما اجواء العيد بحالي دابا انا اللي كيجي كيخدم ايام العطل والسبت والحد، ما كنحسوش باجواء العيد، حيت يعيشوا الوالدين ديالنا كاع اللي كيبقاو في الدار كيعيشوا، اما حنا كنجيو كترزقوا الله صافي ما كنشوفوش داك الشيء. اذا الليل الملابس كاين عاوتاني كاين بحال دابا الشيء اللي كنبيعو حنا اكثر كيتمشى في الصيف، في الشتا وقيت الشتا كنجيبو شي حاجه ديال الصوف ولا شي جلالب. العيد المولد النبوي كاين مختلف احتفالات، كاين العائلات اللي كتحتفل عادي، كاين العائلات اللي كي بحال دابا تيشريو ملابس جديده بحال ملابس تقليديه، بحال بالنسبه للرجال تيلبسوا تيشريو تيقتنيو بحال جلباب بحال سميتو طريبيش بحال هكا. بالنسبه للامهات راك عارفين الامهات كيبقاو غير في المنزل كيقتنيو غير ملابس ديال المنزل العادي، كيف الامهات ديال المعروفين على المغرب كامل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.